السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام في حلقة جديدة من حلقات كوكب الطيور والحيوانات. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع بيشغل بال ناس كتير قوي من مربيين الحمام، وهو موضوع الحمام اللاحم الفرنسي. هل الحمام اللاحم الفرنسي يا جماعة نقدر إن احنا نعتمد عليه في مشاريع لإنتاج الزغاليل أو إنتاج اللحم ونحقق أرباح من هذا المشروع، ولا إن الموضوع ده أخد كلام وأخد حجم أكتر من حجمه الأساسي؟ لو بصينا يا جماعة للحمام اللاحم الفرنسي في البداية خالص، فالحمامة دي بيتم استيرادها من فرنسا. الحمامة دي أساسا موجودة في فرنسا على أساس إنتاج حاجتين، أو على أساس إن هي بتقوم بحاجتين. أول حاجة هو إنتاج اللحم لسد طلبات المطاعم والفنادق، والحاجة التانية ان في بعض الرواة استخدموا الحمامة دي على اساس انها تقوم بتحضين ورعاية زغاليل حمام تاني يعتبر من ضمن حمام الزينة او الحمام اللي سعره غالي هناك. بكده يا جماعة اصبح الحمام اللاحم الفرنسي بيقتصر تحت حاجتين او بيختص بامرين. اول امر هو الانتاج المكثف لانتاج الزغاليل اللحم، تاني حاجة هو الحضان أو تحضين بيض حمام تاني أو سلالات تانية. كلنا اتفقنا أو كلنا متفقين إن الحمام اللاحم الفرنسي هو حمام كثيف في الإنتاج والتكاثر، عشان كده أطلقوا عليه هنا الحمام اللاحم بسبب كثافته في التكاثر وغزارة البيض اللي بيتم وضعه. هنا بنشوف الحمام اللاحم الفرنسي يعني خلال شهر بتلاقيه رائد على البيض او محضن بيض، وفي نفس الوقت بمجرد ان الزغاليل تطلع ويمر عليها حوالي اسبوع فقط بتلاقيه بنى العش التاني وبدأ في وضع بيض من جديد. ده اللي يعتبر بيميز الحمام اللاحم الفرنسي. لكن في نفس الوقت يا جماعة ده ما يسمحش او ما يديش لينا ان احنا ندي للحمامة حجم اكبر من حجمها وتتحول في النهاية لسلعة بيتاجر بيها التجار او بيخدع بيها بعض التجار الناس اللي لسه مبتدئة، وعشان يرفعوا في النهاية سعرها ل 350 جنيه للجوز او 400 جنيه للجوز. في بعض المحافظات في مصر وصل سعر جوز الحمام اللاحم الفرنسي ل 500 جنيه فيه. طب عشان ايه الموضوع ده وهل هو يستاهل؟ النقطة ان الناس هنا او الغواي هنا حولوا الحمامة اللاحم من حمامة في الاساس لانتاج اللحم لحمامة تعتبر ضمن حمام الزينة، وده يعتبر غلط، لأن الحمام اللاحم الفرنسي في الأساس هو حمام لإنتاج اللحم زيه زي الحمام البلدي زي الحمام الرومي، لكن هو بيتميز بالحنان وبيتميز بالإنتاج المكثف. فبرغم كل المميزات اللي بيتميز بيها الحمام اللاحم الفرنسي، ما ينفعش إن احنا نرفع سعره بالطريقة أو بالأسلوب ده. طب إيه السبب اللي خلى التجار إنهم يرفعوا سعر الحمام اللاحم الفرنسي؟ يعتبر السبب الرئيسي أو السبب الأساسي في رفع سعر الحمامة هو عملية مصاريف استيرادها، لأن زي ما إحنا اتفقنا أو زي ما إحنا اتكلمنا إن الحمامة دي في الأساس بتيجي استيراد من الخارج، وبالتالي فهي بتتكلف أو بتصرف مصاريف شحن ومصاريف نقل، والحاجات دي كلها بيحاول التاجر بقدر الامكان او المستورد بقدر الامكان ان يعوض السعر اثناء البيع. يبقى في البداية خالص بما انك راجل لسه داخل في المجال جديد ولسه داخل في تربية الحمام او بتفكر ان انت تعمل مشروع حمام بحيث ان انت تكسب من وراه، فانا بنصحك او انا بقول لك ان الحمام اللاحم الفرنسي مش الحمام اللي هيكسبك، مش الحمام اللي هتنتج منه زغاليل وتبيعها في السوق، وده بالورقة والقلم يعني بالحسبة. لو حسبنا انت راجل دلوقتي عايز تعمل مشروع حمام لاحم فرنسي وجبت مثلا 20 جوز حمام لاحم وجبت سعر الجوز مثلا على 300 ولا 400 ولا 500 جنيه، في النهاية انت هتبص تلاقي نفسك قدام زغاليل او انتاج طالع قدامك عايز تبيعه. ما ينفعش ان انت تاخد الزغاليل دي تبيعها الغاوي، او ما ينفعش ان انت هتروح تبيعها لواحد تاني عايز يعمل مشروع زي ما بيتم دلوقتي. ما هو السبب رفع سعر زغاليل الحمام اللاحم ان كله بيبيع لبعضه والهواي بتبيع لبعضها. لكن لو خدت الزغاليل ورحت المطعم عشان تبيع له لحم، المطعم ياخده ويقدمه للزباين
كوجبة، فأكتر سعر أو أغلى سعر هياخده منك على الجوز هيتمنهولك بحوالي 60 جنيه كحد أقصى، مش هياخد أكتر من كده لأن هو لسه هيصرف مصاريف تانية ولسه هيدخل أرباح المحل، وبالتالي هو مش هياخد منك أكتر من 60 جنيه. طيب لو أنت هتبيع جوز الزغاليل للحمام اللحم ب60 جنيه، أنت بتصرف قد إيه؟ يعني أنت بتأكل جوز الزغاليل ده لحد ما يطلع قدامك على أساس تاخده وتبيعه، هتصرف عليه قد إيه؟ لو بصينا المصاريف تكلفة أكل الحمام أو رعاية الحمام، لو جبنا مثلا كمثال بسيط جوز من الحمام الفرنسي العاتق اشتريناه من السوق ب 300 جنيه عشان نبيع الزغاليل بتاعته أو الإنتاج بتاعه. طبعا الحمام ده أول ما هنجيبه مش أول ما هيدخل عندنا الأوضة ولا هيدخل العين في السلاكة هيبيض، لا هيقف فترة، ممكن يقف أسبوع اتنين تلاتة وممكن يقعد شهر. لو قعد شهر فالجوز العاتق ده هيكلفنا أكل بس لو 100 جرام في اليوم هيكلفنا في نهاية الشهر حوالي 3 كيلو خلطة حمام. طيب ولنفرض إن هو باض خلال الشهر، يبقى عشان الجوز الزغاليل اللي طلعوا من تحتيه ده يكونوا مؤهلين للذبيح هيمروا بشهر تاني. خلال الشهر ده الجوز الكبار هياكلوا 3 كيلو علف تاني خلال الشهر، وفي نفس الوقت الجوز الزغاليل اثناء الزق هياخدوا على الاقل خالص بتاع حوالي 2 كيلو علف. يبقى كده صرفنا قد ايه علف عليهم؟ صرفنا اول حاجه 3 كيلو علف في بدايه الشهر اللي احنا جبناهم، واخد بالك، وصرفنا 3 كيلو كمان للكبار اثناء تاكيل الزغاليل، وصرفنا حوالي 2 كيلو للزغاليل بمجرد خروجهم من البيضه لحد الشهر اللي هو هيتم البيع فيهم هيكونوا اكلوا حوالي 2 كيلو كمان. طب لو حسبنا التكلفه الكليه هنبص هنلاقي 3 و3 6 و2 اكل اللي هو اطعام الزغاليل لحد عمر البيع يبقى 8 كيلو. طيب سعر الخلطه بيتباع دلوقتي في مصر بكام؟ سعر الخلطة دلوقتي في مصر بيتعدى 8 جنيه. ده لو انت هتجيب خلطة يعني تعتبر شبه متوسطة، هتعمل حوالي مع ارتفاع الأسعار في الوقت بتاعنا ده هتعمل 8 جنيه. 8 جنيه وتكلفتنا للتغذية الكاملة من أول البيض لحد إنتاج الزغاليل 8 كيلو علف يبقى 64 جنيه. يبقى احنا كده عشان ننتج جوز زغاليل من الجوز اللاحم الفرنسي هيكلفنا 64 جنيه. طبعا 64 جنيه احنا ما حسبناش في حاجات تانية، ما حسبناش أدوية، ما حسبناش تحصينات، ما حسبناش الرعاية والخدمة، ما حسبناش كمان فترة القلش اللي بيمر بيها الحمام كل سنة. لأن الحمام لو أنت مثلا ناسي أو لو أنت لسه جديد في المجال، الحمام بيمر بفترة قلش. فترة القلش ممكن تقعد من شهرين لثلاث شهور وممكن أكتر. في فترة القلش أو خلال فترة الثلاث شهور بتاعت القلش وتغيير الريش للكبار بيتوقف عن البيض، يعني الحمام ما بيديلكش إنتاج، وبيكون في الفترة ديت انت بتأكله ببلاش وبتديله كالسيومات وبتديله علاجات ببلاش، يبقى انت في الفترة دي خلال الثلاث شهور بتقعد تصرف على الحمام بدون اي مقابل. كل دي لسه مصاريف ما اتحسبتش. يبقى انت لو هتجيب جوز الحمام بس من غير اي مصاريف تانية ومن غير اي علاجات هيكلفك 64 جنيه. طب هتروح المطعم لو انت معاك 20 جوز او 30 جوز زغليل او 50 جوز زغليل ودخلت المطعم يشتري منك، هيشتري منك بسعر الجملة. طب لو هتكلم معاك بسعر الجملة هيتكلم معاك في كام؟ اعلى سعر هيديهولك 60 جنيه. لو عطالك سعر اكتر من كده يقولك طب انا اشتري زغليل بلدي احسن. يعني الناس اللي بتتكلم بتقول لك ان الزغاليل اللاحم ب 100 ولا ب 120 ولا ب 130، دي ما ينفعش مطاعم تشتريها بالسعر ده، وما فيش مطاعم هتشتريها بالسعر ده. عشان كده انا بعرفك حقيقه الحمام اللاحم الفرنسي، انما الاسعار اللي احنا بنشوفها في السوق دي تعتبر تجاره التجار او تجاره الكلام. الناس بتبيع وتشتري كلام من بعضها. التاجر ممكن يحلف، في بعض التجار ما عندهمش ضمير فبيقعد يحلف وبيقعد يتكلم وبيحاول يقنعك ويعمل لك احلام وسهرية كبيرة جدا عشان تدخل في المجال. بتدخل برجلك في المجال وبتروح تصرف في سلكات وتصرف في عيون وبتجيب حمام كبير عاتق ب 300 و 400، تجيب لك بتاع حوالي 20 30 جوز، وفي الاخر تبص تلاقي نفسك وقعت في مصيدة انت طلعت خسران منها. عشان كده يا جماعة لو احنا هندخل في مجال تربية الحمام يبقى الحمام اللاحم الفرنسي نحتاجها في حاجة واحدة بس، اللي هي تحضين الحمام الزينة او تحضين زغاليل الحمام وبيض الحمام الزينة.
في بعض التجار شاطرين، او في بعض الغواي شاطرين، بيروحوا يشتروا حمام زينه مثلا ب1000 ولا ب2000 جنيه الجوز، الحمام الغالي اللي احنا بنشوفه في السوق، وبيروحوا جايبين جنب كل جوز من الحمام الزينه الغالي حوالي 4 جواز او 3 جواز حمام لاحم، على اساس ان هم يخدموا على الجوز الزينه. بياخد البيض من تحت جوز الزينه او الحمام الغالي ده وبيحطه تحت الحمام اللاحم، فبالتالي يقدر خلال شهر واحد انه يطلع بجوزين حمام من الحمام اللي هو الغالي. ده الربح الوحيد اللي بيقدر الغاوي الذكي اللي ياخده من الحمام الفرنسي. لكن انت هتستخدم الحمام اللاحم الفرنسي كعمل مزرعه، كعمل مشروع لانتاج اللحم، فصدقني مع ارتفاع سعر العلف او ارتفاع سعر خلطة الحمام انت هتخسر. فياريت تفكر كويس، ياريت ما تقتنعش باي فيديوهات بتشوفها وخلاص، او تسمع لاي كلام بيتقال قدامك وخلاص، لان في المجال ده تجارة الكلام وبيع وشراء الكلام اكتر من قيمة الحاجة نفسها. فلازم تمر بالتجربة هتلاقي نفسك خسرت، بمجرد ما مريت بتجربة هتخسر، وهتدعي على الشخص اللي دلك على الطريق واللي قعد يعمل لك البحر طحينة ويصور لك أحلام، وإن أنت هتقدر تبيع الزغاليل ب150 وهتبيع الزغاليل ب200، مش هتلاقي في النهاية إلا إنك عمال تضحك زيهم على الناس، وبتحاول إن أنت تبيع الحاجة بتاعتك بسعر أعلى من سعرها الحقيقي وأعلى من قيمتها، وهتلاقي نفسك بتشتري وتبيع لغاوي زيك أو واحد مبتدئ داخل في المجال زيك. لكن كراجل مستثمر عايز تستثمر فلوسك، فمش هينفع ان انت تستثمره في مجال انتاج اللحم للحمام اللاحم الفرنسي. بتمنى اني اكون افدتك في هذا الموضوع، وبتمنى كمان ان الناس اللي هي بتفكر تدخل في مشاريع الحمام اللاحم الفرنسي وتستغله كربح او كتجارة، يا ريت نشوف مشروع تاني، لان اهم حاجة في تربية اي طائر او تربية اي حيوان هو العلف. هأكل بقد ايه وهوفر قد ايه. قدرت توفر في العلف في تربية اي كائن حي فانت هتكسب، لان العلف هو العامل الرئيسي اللي بيخليك في النهاية تكسب من المشروع او تخسر في المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.